مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسيه عقد المستشار احمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئه الوطنيه للانتخابات مؤتمرا صحفيا للاعلان عن كافه المستجدات والاستعدادات للانتخابات. تناول المؤتمر الصحفي كافه التفاصيل الفنيه واللوجستيه اللازمه لعمليه الاقتراع واوضح المستشار بنداري انه تم تجهيز لجان وكافه اللوجستيات بحسب الضوابط بما يتيح للمواطن الادلاء بصوته بسهوله ويسر. بالفعل تم تهيئه كافه المقرات اللجان الفرعيه وتم تجهيزها ووصول كافه اللوجستيات المتعلقه من سواتر وصناديق اقتراع وتم معاينتها وفقا للضوابط اللي تم وضعها من قبل الهيئه الوطنيه للانتخابات التي تتيح للمواطن ان يباشر حقه السياسي في مباشره حقوقه السياسيه بسهوله ويسر وتم اختيار مقرات اللجان الفرعيه لكبار السن وذوي الاعاقه، تم وضع الارشادات الخاصه بالعمليه الانتخابيه وكيفيه الاقتراع ودي اول مره نعملها بشان ذوي الاعاقه السمعيه، تم وضع بوسترات خاصه بذوي الاعاقه السمعيه، وتم برضو اعداد بطاقه برايل وتم استخدامها في خارج جمهوريه مصر العربيه واتت ثمار جيده وتم تجهيز كافه اللجان الفرعيه بكروت برايل لتمكين ذوي الاعاقه البصريه لمباشره حقوقهم السياسيه مباشره دون مساعده، وأن الاصل العام كان وفقا للقانون يتيح لذوي الاعاقه البصريه الاستعانه برئيس اللجنه الفرعيه.